السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج نحن والمستحيل. معكم هاجر محمد ومعاكم سالي سالي. هنتكلم النهاردة عن حلم بنات كتير، واللي منهم كتير مش عارفين يوصلوا له ازاي، وكمان البعض من الأهالي بيكونوا شايفين انه ملوش مستقبل. ولكن صح، ولكن النهاردة هنعرف إجابات كل الأسئلة دي، ونرحب بضيوفنا اللي نورونا النهاردة. أهلا بيكم. أهلا. إيه اللغات اللي لازم تكون معاكي وانت بتقدمي في طيران؟ هي بصي بتبقى معتمده، اول حاجه بتبقى الانجليزي. تمام. ايه الاضطرابات اللي ممكن تتعرض لها؟ ايه الاضطرابات اللي ممكن تتعرض لها اثناء الطيران؟ مثلا الاضطرابات خلال فتره زمنيه، من حيث اضطرابات، بصي اضطرابات. من غير توتر عادي. انت مثلا انت دلوقتي في الطياره كمضيفه جويه، تمام، في اضطرابات، في مشاكل بتتعرضي ليها؟ اضطرابات الرحلات الطويله خلال فتره زمنيه، ممكن من لندن لنيويورك من ساعه 5 ساعات، فاحنا لازم نكون مستعدين. تمام. استاذه رنا، هل الرهبه والخوف اثناء الطيران بتروح اثناء العمل ولا لا؟ لا. ازاي بتقدري تجتازي المرحله دي، مرحله الخوف؟ لان انت اصلا بتبقي نازله اوريدي تدريبات وبتبقي متدربه على ده، فانت بيبقى بالنسبه لك حاجه عاديه. شروق، ايه خطوات التقديم للطيران؟ اول حاجه التعلم الادني اللي تقبل بيه شركه الطيران، معاكي شهاده ثانويه، سنك لا يقل عن 21 سنه ولا يزداد عن 30 سنه، لازم يكون معاكي لغه انجليزيه، حتى لو مش معاكي بتاخدي فيها كورسات، وعلى الافضل يكون معاكي لغات تانية. ومعظم الشركات لازم يكون ايجاد سباحه عمق 25 على الاقل، بحيث مثلا لو في هبوط على سطح مائي يعرفوا ينقذوا السياح وكده. تمام. طب في حاله الطوارئ ايه واجبك كمضيفه جويه؟ نعمل على المرافق مع المريض، ونهتم بيه ونعمله المساعدات اللازمه، ونهتم بصحته وبراحته لحد ما نوصل للمطار. تمام. استاذه ريتاج السعيد، هل يشترط مؤهل عالي للتقديم في الطيران؟ اقل حاجه يكون حاصل على الشهاده الثانويه. تمام، يعني ينفعش دبلومات او كده، لازم ثانوي؟ ينفع، بس الشركات الطيران اهم حاجه عندها اللي يكون حاصل على الشهادات الثانويه. هل بيوفروا لكم فرص عمل او لا؟ بيوفروا فرص عمل. تمام. استاذه رنا، ايه الطول والوزن المناسب؟ الطول بيبقى من 160 اوريدي، ولو هو مثلا في شركات طيران بتقبل من 155، على حسب شركه الطيران اللي انت بتقدمي فيها. طب ازاي اقدر اعرف اذا كانت الاكاديميه او اللي انا بقدم فيها دي اذا كان فعلا نصب او هيقدروا يوفروا لي فعلا فرص عمل؟ بصي، هو ما فيش اي اكاديميه طيران معتمده، بس في كليه طيران رسمي هي اللي معتمده، لكن الاكاديميه مش معتمده. حنين، وجهه نظرك كتجربتك للطيران، ليه مستقبل للبنات؟ اكيد ليه مستقبل، اللي ليه طموح وعايز يوصل لحاجه اكيد هيحارب فيها عشان يوصل. الهدف ده ان احنا لازم نسعى على الحاجه، لان احنا لازم يبقى عندنا طموح احنا نوصل للحاجه، ومش من اول مره ممكن ان احنا مثلا نقع فيها، لا احنا لازم نكمل عشان نعرف نوصل لهدفنا واحلامنا. وباذن الله كل البنات ان شاء الله هتوصل لكل طموحها، وهنحقق كل ان شاء الله اللي يقدروا عليه باذن الله. حاسك عندك طاقه ايجابيه كبيره، ودي حاجه كويسه جدا على فكره. طيب استاذه شروق، ايه الخطوات تقديم الطيران؟ لو انا عايزه اقدم اعمل ايه؟ معلش حابين نقول تاني برضه عشان الكل يستفاد برضه. لو حابه نقدم، اما اول حاجه بيعرفوا سنك، الله ما يقلش عن 21 سنه ولا يزداد. تمام. وبنعمل الكشف الطبي كامل، وبيبقى معانا اللغات بتاعتنا، لو مش عارفينها بنبداوا ناخد كورسات، وبيفضل ان احنا بدك معانا لغات تانية، وبقى مثلا معانا شهاده الثانوي عشان نقبله في الوظيفه. تمام. هي بتاخد حاجات كتير بقى على حسب بقى هم كام اللي هم بيدولك، بس ان شاء الله بنقبل. طب نقطه ان بقى الاهالي بيشوفوا ان ملوش مستقبل خالص، لا وانا مش قادم لبنتي فانا مش ضامن مستقبلها، ايه هل اهاليكم حد منهم كان معترض على النقطه دي؟ انا من ناحيه في اهالي بتعترض على كل ده وتقول لا طيران للولاد وكده، بس هو للبنات وللولاد، ومعظم الشركات بتحتاج بنات اكتر كضيافه جويه. وانا بالنسبه لاهلي ما كانوش معترضين خالص ومشجعيني، ولحد الان مكملين معايا وفي تشجيع وعاوزين نوصل لاحسن حاجه. يعني شايفه مصدر دعم كبير من اهلك وكده؟ جدا. تمام. اسيبكم شويه مع استاذه سالي. هل هو يعني ما بيواجهوش فيه اي شروط معينه؟ بصي هو بيبقى فيه شروط اوريدي،
بس اللي هو انت لو حابه حاجه هتوصلي لها. لا اكيد طالما حاطه في دماغك ان انت هتوصلي فانت هتوصلي، واكيد بقى لازم دعم، ولازم حد يبقى بيدعمك وحد واقف في ظهرك وحد بيبقى معاكي. مين دول؟ مين مصدر دعمك؟ مامتي. ده اكيد تبقى مصدر دعم لكل الام طبعا بعد. لا بس طبعاً. مامتي بجد يعني هي ليها الشكر، هي اللي وقفت جنبي وهي اللي دعمتني، هي اللي كانت بتسندني في كل حاجه، هي اللي كانت بتقولي انت هتوصلي خليكي ورا حلمك وهتوصلي. ما بجد هي طبعا بجد لازم نرجع للامهات. طبعا احنا ما نقدرش ننكر اهميه الام في حياتنا. بصي بجد والله فعلا هي اللي تعبت، وهي بجد ان انا لو وصلت واي خطوه انا باخدها لقدام زي مامتي بجد، وانا بقولها قدام الناس كلها شكرا بجد ان انت وصلتي للي انا فيه بجد. حد واقف قدام حلمك ان هو انك توصلي كتير جدا، وعارفه اقربهم ناس منك، انت متخيله اللي هو ناس منك بتقولك لا انت مش هتوصلي، إيه انت ازاي تعملي كده، ابي قابليني لو وصلتي. بس انت لما تحطي حاجه في دماغك مش بيفرق معاكي كلام حد. هو طبيعي انك بتتعرضي لاحباطات وانتقادات كتيره جدا، بس ما دام انت ماشيه على الطريق الصح وان انت مؤمنه بهدفك وعندك اراده وعندك اراده كمان ان هي توصل فهتوصل. طبعا ايوه اكيد طبعا اللي بيحط في دماغه حاجه بيوصل لها، وغير بقى الدعم بقى الماما طبعا. ربنا يحفظها. يا استاذه حنين حابه توصلي الشكر لمين، او مين اكتر حد دعمك وحابه تشكري قدام الناس؟ طبعا ماما بجد انا احب اقول لها قدام الناس دي كلها ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك ابدا، وهي لها فضل كبير جدا عليا. يعني هي فعلا انا لو وصلت فانا وصلت كل ده بسبب ماما. ربنا يخليها لك. شروق حابه تشكري؟ انا حابه اشكر مامتي جدا، انا هي السبب في القعده اللي انا قاعداها وفي اللبس اللي انا لابساه، وهي السبب في الوصول اللي انا وصلته. دايما قالت لي انا معاكي في اي حاجه، المهم ان انت اتشرف بيكي قدام الناس وانت الوحيده اللي املي فيك، فانا بعمل اي حاجه عشان ابسطها، لان هي الحمد لله بسطاني ومفرحاني وموصله لي لحد هنا ومش مقصره معايا في اي حاجه، وقالت لي لو ايه حصل انا معاكي. فانا بجد بقول لها قدام كل الناس انا بشكرك على المكانه اللي انا فيها دلوقتي ومش هنسى فضلك ده عليا. استاذه ريتاش حابه تشكري مين؟ ماما وبابا هما الاثنين اللي كانوا اكبر دعم ليا ان انا نوصل اللي انا فيه. بحب اشكرهم هما الاثنين طبعا في اللي انا فيه، انا هما الاثنين اكبر دعم ليا. واحنا حابين نوصل للاهالي ان لازم تكون مؤمن بموهبه ابنك او بنتك، ومش معنى ان هي بنت فملهاش حق ان هي توصل، ملهاش حق ان هي تكمل، ملهاش حق ان هي تحلم. بالعكس المفروض انت تكون المصدر الاساسي، اذا كان الاب او الام يكون المصدر الاساسي لدعم اولادهم. انت ايه رايك يا سالي؟ اكيد طبعا، وان هم يعني ما يدهمش احباط، بالعكس ان هم يشجعوهم، لان ما فيش حاجه صعبه وما حدش بيوصل من اللي هو خلاص بدا طريق ان هو هيوصل، لا لازم يقع ولازم هيحصل مشاكل كتير، فهو ده اصلا مش دليل ان هو فاشل ومش هيقدر، لا ده بالعكس ده دليل على نجاحه، ده طريق النجاح اصلا. اتفضل. واكيد تواجهكم كده كتير. ايوه كتير تواجهنا كتير في مشاكل. بيبقى بقول لك اقرب حد منك بيقول لك انت مش هتوصلي، ويعني لما شافوكي بتوصلي لما بقى مستغربين جدا، وانت ازاي وصلتي، انت ازاي عملتي كده. اكيد. واللي هو بقى احباطات احباطات اللي هو بجد الناس. بس بالنسبه لاحباطاتهم يعتبر درجه انت بتوصلي وبتطلعي علشان توصلي لفوق. اكيد طبعا الكلام مش بيأثر فيا على فكره، ده بيديني طاقه ايجابيه اللي انا اوصل للي انا عايزاه واللي انا نفسي فيه. شروع حابة توصلي نصيحة للبنات؟ أنا بنصح كل بنت إن هي تعتمد على نفسها وتشتغل وتحقق حلمها، ولازم يبقى لها طموح. طول ما أي بنت ملهاش طموح أو هدف في الحياة مش هتوصل ومش هتكبري. وأنا بتفق برضو مع الرأي ده، إن طول البنت ما هي حاطة حاجة معينة في دماغها وإن هي تفكيرها وذاتها محددهم بحاجة معينة، فمن الطبيعي لو خسرتها بتبقى خسرت كل حاجة. كل حاجة هو الهدف للبنت الطموح والشغل والمركز العالي في الحياة. طول ما انت ليكي مركز بيبقى ليكي هيبة، بيبقى ليكي فخر وسط الناس، بيبقى ليكي مستقبل حلو ليكي في لولادك قدام، محدش بيعرف يتحكم فيكي، ما بيفرقش معاكي اي حد، اصل انت كبرتي وعديتي كل المراحل الصعبة والتنمر والناس اللي وقفت ضدك، فانت خلاص كل ده بالنسبة لك بقى عادي. ليه؟ لانك انت وصلت لحاجه حلوه. تمام. في طبعا بنات، في مثلا بنت عندك مخطوبه خطيبها يقول لها شكرا جدا ليكم وبجد نورتوا حلقتنا، ويا رب يكونوا مشاهدينا استمتعوا بالحلقه بتاعتنا ووصلهم اجابات كتير عن اسئلتهم. وفاصل ونرجع من جديد.
ورجعنا لكم من جديد ومعانا موهبه شابه موهوبه في الالقاء والشعر. معانا الاستاذه رحمه اشرف، برحب بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي، نورتيني. بنورك طبعا. حابه تتكلمي الاول عن نفسك وتقولي لنا اسمك ايه، اتولدتي فين، عندك كام سنه؟ انا اسمي رحمه اشرف، عندي 20 سنه، من القاهره، من شبرا الخيمه. اهلا بيكي. بداتي امتى مشوارك وازاي عرفتي ان عندك موهبه الالقاء والشعر؟ انا بدات من 2019، بس كنت بداها كتابه. تمام. بس مش كتابه شعر، كتابه خواطر وكده، وكنت في كيانات ومبادرات. بعد كده في 2022 بدات ان انا احب الالقاء والشعر، وبدات ان انا يعني اتعود عليه واتعلم وكده من الموبايل. حبيت تطوري من نفسك. اه تمام. مين سبب دعمك او ان هو مؤمن بموهبتك وبهدفك ان انت تكملي؟ سبب دعمي كانت والدتي، ربنا يحفظها لك. والدتي هي اللي كانت بتدعمني دايما، رغم ان كان في ناس كتير بتحبط وعايزين ان انا ما اكملش، ولا انت مش هتنفعي والكلام ده. أيوة. بس لا، والدتي كانت هي اللي دايما تقول لي لا كملي واعملي. ده دور الامهات عامه. طيب حابه تسمعينا قصيده ليكي؟ ايوه اتفضلي. سمعك قصيده. قصيده بتقول: انا عايزه ابويا. الاب وجوده جنبك معناه ان انت في امان، معناه الدنيا سهله والهم ملوش مكان. وانا لما ضحكت يومها كان بس علشان ابويا موجود جنبي ومعايا، وعلشان لو حاجه ضاعت كان دايما بيقول فدايا. دلوقتي انا وقتي عايش ومقضيه في السكات، مش بضحك زي يومها وبشيل هم الحاجات. بتمنى الموت يوماتي علشان ابويا مات. انا ابويا وحشني جدا، نفسي اشوفه ولو دقايق، احكي ليه عن الناس وبعضه عملوا فيا حاجات تضايق. نفسي اقول له الدنيا بعده صعبه جدا مش جميله، همي زاد وعرفت انك كنت شايل عني شيله. والحياه ما عادتش هي الحياه، صبحت كئيبه، دقت فيها من الاذيه حاجات تخلي العيون كشره وكئيبه. انت عارف كان وجوده بيسد عني اي هم واي حزن واي قسوه. بعد منه في حاجه ناقصه، بعدها ايه الدنيا تسوى، كل حاجه ناقصه حاجه، كل حاجه ناقصه حاجه. انا عايزه ابويا، عايزه اقول له ازاي في قربه كنت مطمن وعايش كل ايامي في امان. نفسي اقول له بعد منه ان عمي عمره مره ما كان مقامه زي والدي، وان خالي ما كانش والدي، وان خانت الاب فاضيه من يوم ما مات والله فعلا. انا ابويا وحشني جدا، نفسي اشوفه ولو دقايق، احكي ليه عن الناس وبعضه عملوا فيا حاجات تضايق. بس كده. جميله جدا، وشعورك واحساسك بجد جميل. تسلمي. هنا في سؤال: هل يشترط عليكي كشاعره تكتبي اللي انت بتحسي بيه او اللي انت بتمر بيه، او انك بتكلمي عن تجارب غيرك؟ لا، هو ممكن كده وممكن كده عادي. اصل يعني في كتير يقولك ما دام الشاعر ده قدر يوصل لنا احساسه فاصبح اللي انت بتتكلمي عن نفسك. فاهمه؟ بصي، انا لسه ما ينفعش ان انا القب نفسي باسم شاعره، لان انا لسه ما اتمكنتش قوي من النقطه دي، يعني انا لسه في البدايه. اكيد طول ما انت عندك هدف واراده انك توصلي فاكيد هتوصلي. اكيد طبعا، انا عندي هدف واراده ونفسي ان انا اكمل واوصل، بس واللي بتشجعني على كده هي والدتي، بتقول لي كملي واعملي. حتى لو انا غلطت او في حاجه مثلا ممكن اكون في حد شايفني ان انا مش قدها، بس انا شايفه نفسي ان انا هعديها وهطور من نفسي وهبقى فيها. بس كده. طيب، حابه توصلي رساله شكر لحد؟ طبعا انا حابه اوصل رساله شكر لوالدتي، وحابة أوصل رسالة شكر لكل واحد دعمني، ولكل واحد وقف جنبي وكان في ظهري، ولكل واحد كان دايما يقول لي كملي وكده. تمام. معانا أستاذة سالي، هتتكلم عن مشكلة هنتابعها معاها بنمر بيها كتير الفترة الحالية، وهنسمعها دلوقتي. اتفضلي. يلا، مرينا بيها وسمعناها أنا وأنت كتير كمان، اللي هو موضوع البنت تنتحر بس عشان خاطر الحب وكده. ان هو اساسا دي فكره غلط، ان هي البنت لما تلاقي مثلا الشخص اللي قدامها بدا يأهملها او ان هو في حياته بنت تانية، ان هي بتلجأ للانتحار. فاكيد طبعا انت هتشاركيني لاني سامعه معايا الموضوع.
طبعا مش معنى انك حبيتي حد وان هو خذلك، هو موقف الخذلان صعب كلنا عارفين دوت، وان الجرح صعب جدا، بس مش معنى ان الشخص ده جرحني معنى كده ان خلاص الحياه وقفت والدنيا وقفت، لا بالعكس انا اكمل حياتي. هو يجي في يوم ويندم ويعرف ان هو غلط، وقتها الندم مش هيفيد، بس هيجي يقدر قيمتك ويعرف انت قد ايه جوهره ومالكه في عيونه. فما تخليش حياتك تقف على حد. وهل الانتحار هيفيد بايه؟ انت مت كافره في الاخر، هل حسابك هيكون هين او كده؟ لا طبعا. معليكي كمان يا هاجر، مفروض اصلا ان هما ما يحطوش اللي هو لما يطلع فيه حاجه او ان هو مش كويس خلاص ان انا اروح انتحر. لا، البنت بتعمل لها، طول ما انت حطيتي واحد مبدا لحياتك اعملي حسابك انك هتخسري كتير. لازم تبص لمستقبلها وتبص لتعلمها وده كله، وبعد كده الحب ما تاخدوش ان هو كمبدا اساسي، لا هو مجرد حاجه في حياتها يعني مكمله، بس مش اللي انا احط املي عليها ومستقبلي عليها وكل حاجه عليها، فاصبح لما اخسرها هلجا للانتحار. هو اصلا لو بيحبها، اللي بيحب واحده او الحب بمعنى اصح، احنا فكرتنا عنه غلط، ان هو اللي بيحب واحده اساسا ما بيزعلهاش، ما كانش خلاها اصلا وصلت لفكره ان هي خلاص انا عشان اخلص من الحاجه دي لازم انتحر، ما توصلهاش الا ما كانش هو اصلا هو مش بيحبها، لان اللي بيحب حد مش بيسيبه كده. الحب اهتمام، الحب ثقه، الحب أكيد. احترام، الحب امان، حاسه معاك بالامان، حاسه باهتمامك، حاسه بحبك، هو ده الحب. الحب ولا حاجه من غير الاهتمام والثقه، الحب ولا حاجه من غير المواصفات دي كلها. اهملتها، ما بثقش فيها، مش بتحس معايا بالامان، ما بحسسهاش بالحنيه، فاصبح انت بتلي مالكش وجود في حياتها اصلا. ايه وجود الحب والحاجات دي مش موجوده؟ فمستحيل. احب ان انت تشاركينا طبعا. أكيد. إيه هو فعلا كلامكم صح، يعني هو كل واحد دلوقتي بيحب ان هو يدخل بنت في حياته وفي الاخر يوهمها جدا انه بيحبها وانه اصلا ما بيحبهاش، او ممكن يكون في الاول من ناحيته انه معجب بيها فعلا، بس لما بيلاقي واحده بديله ليها بيقوم يجري عليها، ودي بقى خلاص. أيوة. فهي بالتالي او ممكن يستفزها يعمل اي حاجه. وصلنا النقطه صح، واللي انا عايزه أيوة. اوصلها من بدايه الحلقه دلوقتي، ولد بيحب بنت بس وصلت معاه حب تملك، ما حصلش انه سيب بينهم هما الاثنين، فاصبح انا اسيبها؟ لا طبعا، هقعد ابتزها او اهددها. بتوصل انه يهددها بصورها معايا، يهددها مثلا باسرارها اللي حكيتها له، يهددها بحاجات كتير، فاصبح ما فيش ملجا للبنت، الملجا الوحيد ليها هو الانتحار. فهل انت هتيجي بعد ما كده تندم ان في روح ماتت بسببك، هل الندم هيفيد؟ طبعا لا. ايه رايك برضه يا سالي؟ اكيد طبعا. تمام. رايك ده بيعود على ان الاهل مش مصاحبه بنتها، يعني صح. اذا كان الام او الاب مش مصاحبين بنتهم، لو كان في صحوبيه ما بين الاهل والابن او البنت كان هيحصل موضوع تشاور ما بيني وما بين مامتي، على الاقل ان انا ما الجاش النقطه ان انا اعمل كفوف. ايوه وبعدين اصلا تلاقيه موجود دلوقتي، ان الام ساعه ما بتسمع مثلا ان بنتها بتحب شخص حتى لو هو بيبقى كويس تقول لك لا مستحيل، مفيش غير الضرب، الاهانه. أيوة. انت غلطتي، فهي ده بيمنع البنت اصلا. فبالتالي ده نتيجه ان هو بيدل على ان البنت تخاف وتبقى مرعوبه من اهلها ومنه، فما بتلجاش فعلا الا النقطه اللي هي الانتحار. بس برضو الهدف الاساسي برضو او اكتر حد المفروض يكون قريب للبنت هي الام. اكيد. تمام. اكون قريبه من بنتي، حسيتها بالامان، بنتي هتيجي تصاحبنا، تيجي تحكي لي، مش هتصاحب واحده انا ما اعرفش البنت دي كويسه او لا، هتدل بنتي على طريق الصح او طريق الغلط، فاصبح بنتي لما تيجي تحكي لي هنصحها، اذا كان أكيد. الطريق ده غلط فعرفها ان الطريق ده غلط والصح ايه، فاصبح فبالتالي بنتي مش هتغلط، ولو غلطت هلحق الغلط من اوله. هي كمان تقرب من بنتها بحيث ان هي تحكي لها، لما تحكي لصاحبتها وصاحبتها تروح تقول لصاحبتها والدنيا تلف العالم كله، بيبقى دايما اقرب من بنتي واسمعها وان انا اتفهمها قبل ما اسمعها اكون متفهمه الحاجه دي، بحيث ان هنا بتبقى العلاقه ما بين الام وبنتها بتبقى ناجحه، بحيث ان هو بيبقى القرار الصح في الاخر، وفي نفس الوقت الوالده بتكون عارفه كل حاجه عن بنتها. هو ده الصح؟ ده الصح اكيد. وفي بعض من الاهالي كده، بس لكن برضو في البعض من الاهالي بيبقى ما فيش غير شجار زي وخناق مع الابناء، درجه الخوف ممكن بنت توصل كمان ان هي تهرب تنتحر، بتوصل لمراحل كتير، ممكن تمشي اصلا في طريق غلط بهدف ان هي لا انا اهلي مش مصاحبيني ما عرفنيش الصح من الغلط، فانتوا ليه هتروحوا في الاخر تعاتبوها وتقولوا لها انت مشيتي غلط وانتم من الاساس اصلا ما قدرتوش تاسسوا بيتكم وتاسسوا علاقتكم ببنتكم صح. اكيد طبعا. اكيد. حابه تشكري مين ساعدك او تشكري حد دعمك في مشوارك؟ احنا كان عندنا اسئله كتير النهارده ان احنا نسالها، وحاجات كتير ان احنا نكمل فيها، بس وقت حلقتنا خلص، ونورتينا جدا بنورك. ويا رب يكون المشاهدين استمتعوا بحلقتنا ويكونوا استفدتوا مننا كتير. ورساله اخيره، صاحبه اولادكم وبلاش ان انتوا تحط ان انت اب او انت ام او اب وكده،
وان انت ما تسمعهمش، بالعكس ان دورك كأم ودورك كأب ان انت تسمعهم وتقف جنبهم وتدعمهم، ومش تسمع الغلط يبقى مشكله. وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن مع نحن مستحيل ما فيش نهايه، انتظرونا الحلقه القادمه.